انا مصطفى الشافعي، لاعب بالنادي الاهلي من سنه 95. كانت اول حاجه ليا في النادي مع الكابتن حنفي هيكل، ربنا يديله الصحه. هو اللي حببني في كره السله. انا ما كنتش اعرف اي حاجه عن كره السله، انا كنت مجرد ان انا بالنسبه لجيلي راجل طويل كده، لعيب طويل كده، فقال لي لا انت هتلعب باسكت. وهو الصراحه اللي حببني في الباسكت من اول يوم دخلت فيه، وهو اول حاجه قالها لي، قال لي انت ان شاء الله باذن الله هتبقى لعيب كبير. عايز ضربني ضربه كده بعصايه في الاول، قال لي عشان تبقى فاكر ان انت لما تبقى لعيب كبير هتفتكر ان انا قلت لك ان انت ان شاء الله هتبقى لعيب كبير. الحمد لله قدرت ان انا انفذ الوعد ده، والحمد لله ربنا كرمني وان انا بقيت كابتن فريق النادي الاهلي درجه اولى، والحمد لله ربنا كرمني وحققت بطولات مع النادي. انا الحمد لله طبعا في مسيرتي جوه النادي الاهلي حققت تقريبا 15 بطوله في قطاع الناشئين، والحمد لله برضو حوالي تقريبا 22 بطوله درجه اولى مع النادي الاهلي، من بطوله افريقيا لدوري الكاس مصر لدوري مرتبط لمنطقه القاهره والجيزه. طبعا كلهم بطولات عزيزه على قلبي جدا، بس اعزهم طبعا هي بطوله افريقيا، ان كانت اول مره تدخل النادي الاهلي. احنا كنا كسبنا قبل كده ابطال كؤوس، بس دي كانت ابطال دوري، ودي كانت اول مره تدخل النادي، وكانت على ارضنا، وكان الجمهور مش عايز اقول لحضرتك يعني فوق الهائل العظيم. حاجه كانت تشرف النادي وتشرف لعيبه، واحنا كنا بنلعب بروح بسبب الجمهور اللي كان موجود في الصاله. ما كانش في مكان تقريبا لرجل واحده بس انها تدخل جوه الصاله. فالبطوله دي اعز حاجه كانت بالنسبه لي من البطولات اللي احنا خدناها. والاهم في البطوله دي ان كان فيها ذكرى كده، الحمد لله ان هي انتهت حاجه حلوه، ان انا جالي تو شوتس، اتنين فاول شوتينج في اخر الجيم، وكنا كسبانين فرق بونت واحد، وربنا كرم انا جبت واحده من الاثنين. وبعد كده في لعيب من فرقه انجولا شاط الكوره وهي تطير في الهواء كده، كانت رايحه ناحيه الباسكت، انا كان قلبي بيقف ان انا كنت طبعا لو لا قدر الله الكره دي كانت جت كنت هشيل الذنب. فالحمد لله كان ربنا كريم جدا، وكان حاسس بينا وحاسس بالجمهور اللي كان موجود في الصاله. فدي كانت اهم بطوله بالنسبه لي، كانت هي بطوله افريقيا دي في النادي الاهلي. طبعا احنا كل البطولات اللي احنا لعبناها كانت صعبه قوي، وكل الماتشات اللي احنا لعبناها كانت صعبه، بس بيتهيالي كانت اصعب ماتش كان اللي هو نهائي بطوله افريقيا، ان احنا كنا بنلعب فرقه من انجولا. وطبعا انجولا في الباسكت كانت هي المسيطره على كره السله في قاره افريقيا كلها، وكان هم ابطال البطوله الموسم اللي قبله، فده كان اصعب ماتش طبعا. وطبعا الحمل طبعا اللي بيبقى على اللعيب في وسط ان انت بتلعبي في وسط ناديكي وفي وسط الصاله بتاعتك وجماهير النادي الاهلي وهم موجودين مقفلين الصاله، كل ده كان بيبقى ضغط عصبي على اللعيبه. فده كان بيتهيالي كان اصعب ماتش قابلته في حياتي من ساعه لما وعيت على الباسكت تقريبا يعني. انا علاقتي بالنادي الاهلي تقريبا هي كل حاجه يعني. انا زي ما قلت قبل كده، انا النادي الاهلي انا اتربيت فيه، وانا من سنه 95 وانا جوه النادي لغايه دلوقتي انا جوه النادي الاهلي. ما تقريبا ما شفتش حاجه تاني غير النادي الاهلي. النادي الاهلي فرق كتير قوي في حياتي، فرق معايا كتير قوي في شخصيتي، في طباعي. اتعلمت فعلا يعني ايه مبادئ وقيم، كل ده انا فعلا اتعلمته جوه النادي الاهلي، مش مبالغه ومش كلام شعارات، لا بالعكس انا اتعلمت ده وتربيت عليه جوه النادي من ايام كابتن صالح الله يرحمه لغايه دلوقتي. احنا لسه بنتعلم ولسه بنتربى جوه النادي. انا اتمنى ان انا اكون قدرت ان انا اسعد جماهير النادي الاهلي، وهو ده الهدف بتاع اي لعيب جوه النادي الاهلي، ان هو يبسط جماهير النادي الاهلي ويسعدهم. عايز اقول لهم خليكوا ورا النادي، خليكوا في ظهر اللعيبه، انتوا الداعم الاول للعيبه، انتوا السبب يعني، انتوا من ضمن الاسباب اللي بتخلي اللعيبه دي تلعب وتطلع كل اللي عندها هو جماهير النادي الاهلي. اتمنى 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 ان الجماهير ترجع تاني الصاله وترجع تاني تشجع اللعيبه، عشان هو ده هي دي الرياضه يعني. الرياضه من غير جماهير بالتالي من غير رياضه. احنا لعبنا سنين كتيره قوي من غير جماهير، ما كانتش حلوه قوي، ما كانش ليها طعم. جماهير النادي الاهلي هي اللي بتدي طعم للرياضه. اتمنى من كل قلبي ان الجماهير ترجع تاني وتملى الصاله تاني زي ما شفنا في بطوله افريقيا، ان هم الاول رقم واحد بعد ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيخلي الواحد يطلع كل اللي جواه عشان خاطر يخدم النادي الاهلي.